احنا طبعا سوق العمل زي ما انت عارف في كل حته دلوقتي بقى في متطلبات جديده للاعمال والعمال، وبالتالي احنا هنا كشركه توظيف بنشوف الشباب الجديد ممكن يسد فين ونقوم رامينه يسد مطرح ما يسد. تمام. فانا عندي في الوقت الحالي موسع شعب اداري. ماشي، تسرع الحلقه يعني، اقول لك تقوم على طول، فاهم؟ طب انا مش فاهم. مش مهم، انت يعني سرع معايا وبعد كده نفهم بعدين. فموسع شعب ايه؟ هو ايه اداريه؟ موسع شعب ايه؟ انت قلت ايه؟ انت قلت موزع شعب اداريه. انا قلت موزع شعب اداريه. انت قلت هوائيه. انت قلت اداريه. انا ما قلتش حاجه. انت قلت هوائيه. انت قلت هوائيه. انت قلت اداريه. انا اداريه وهو قال هوائيه. انا قلت هوائيه. انت اللي قلت اداريه. انت قلت اداريه. انا قلت اداريه. كريم اللي قال اداريه بصراحه. مو انت. ومين قال هوائيه؟ الاستاذ قال اداريه. انا سمعتك. طيب اي شركه في الدنيا عباره عن اداره. الاداره دي فيها ايه؟ شعب. فيها شعب. شعب هوائيه للناس اللي قاعده جواها دي الهوائيه. انت اللي قلت شعب ولا انا اللي قلت؟ هو انت اللي قلت شعب. شعب. اللي قال شعب. مين قال شعب؟ ها ده اللي قال شعب. قال شعب ده. انت والله هو كريم. انت وربنا هو. لا ايه انت اللي قلت ولا شعب. انت اللي قلت؟ لا هذا انت كريم اللي قال شعب. لا ده انت كريم. لا امل ولا كريم اللي قلت. انا اللي قلت كريم. قال شعب. انا وكريم هي طلعت انا وكريم. كريم انت قلت شعب من زمان. لا ده انت اللي قلت كريم. والله انا كريم. كريم انا كريم. كريم معلش. اوكي يصير خير. يصير خير. فانت بتخش دلوقتي على الاداره زي ما قلت لك. الاداره دي فيها عباره عن مجموعه من الشعب. شعب هوائيه للموظفين اللي قاعدين جوه الاداره، زائد شعب اداريه للموظفين اللي قاعدين جوه ادارات الاداره. بتخش انت بقى بتبتدي تحجز شمال يمين تك تك تك، رحت موسع اداريا وبعدين دخلت بعد كده على الشعب توسع هوائيا. ليه بقى؟ عشان نخش على الشعب ال اي الشعب الايه اللي هي المرجانيه. لا اللي هي الاداريه. انت قلت الشعب الاداريه. انت قلت مرجانيه. انت قلت انا قلت الاداريه. انا قلت انت قلت المرجانيه. انا قلت اداريه وقال مرجانيه. انت اللي قلت اداريه وهذا قال مرجانيه. انا قلت ايه انت قلت مرجانيه. قلت المرجانيه. لا انا قلت اداريه. انت قلت مرجانيه. انا سمعتك مين؟ كريم. انا احلف دلوقتي ان هو كريم. انت قلت هوائيه. انت قلت هوائيه في الاول. انت قلت مرجانيه دلوقتي. هذا قال طعميه. هذا انت اللي قلت مرجانيه. طب انت احلف كانك ما قلتش مرجانيه. والله العظيم عيني في عينك مش قلت والله. طب خلاص معلش. يلا صار خير. يصير خير. اوكي. فانت زي ما قلنا دلوقتي انت بتخش بتوسع هوائيا واداريا. وانت ضفت مرجانيه. ليه بقى؟ انت بتقول اوسع الاداريه. عشان الناس تاخد اماكن بعض ويبقى في تدرج وظيفي. تدرجات وظيفيه. بالظبط. انت قلت تدرجات وظيفيه؟ اه لسه قايل. يا اخوك انت اللي قلت. ليش قول لا مو انا انت اللي قلت. مين اخر واحد قال مرجانيه؟ مش كريم قال مرجانيه؟ كريم قال مرجانيه اخر واحد. دي خلاص خلص الوظيفيه. يعني بص خلينا نحفظ كل واحد قال ايه. ماشي. انا قلت اداريه. طويل العمر. انا قلت مرجانيه. انت مرجانيه. ايه. انا طعميه. انت طعميه. تاكل معنا. تاخد ايه؟ انا بطاطس مقليه. انا ما قلتش حاجه والله. لا بس احفظ بقى. احفظ عشان الاوردر كده بيتلخبط. طيب ماشي. انا اخدت ايه؟ بطاطس مقليه. خلاص يعني انا بطاطس مقليه. انت شخصيا ولا طلباتك؟ خلاص ماشي انا بس. تمام. هتخش انت دلوقتي دخلت على الاداره موسع شعب هوائيه مرجانيه بقى يعني مش مهم. هتعمل ايه بقى؟ خلي يبقى في تدرج وظيفي. انت قلت تدرج. هو لسه قايلها من شويه. انت قلت وظيفي. والله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله. الحين انت قايل وظيفي. مين قال وظيفي؟ والله هو انا وظيفي يا اخوك. انا قلت خليفي. ايه انت قلت وظيفي. لا هو اللي قال وظيفي. هو قال عفيفي. لا انت ايوه تاخد انت خليفي. انا بص انا لا هو قال وظيفي. ماشي هو قال. احنا واقفين دلوقتي على ايه؟ هو قال عفيفي. انت اللي قايل وظيفي. طيب ماشي انا وظيفي. انت يبقى انت معاك بطاطس مقليه وظيفي. احفظ بقى. انا هو اتنين. مرجانيه عفيفي. انا مرجانيه عفيفي. طويل العمر مالك. انا قلت ما ايه قلت هو وقفنا فين؟ انت الخليفي. ايه؟ بس صح كده. وانا وظيفي. انت وظيفي. خلاص انا وظيفي. عفيفي. ماشي انت خريف. نلف لفه كمان ولا لا؟ خلاص كده انا حافظ. عشان انا رايي عشان نقفلها تخريف. انا عن نفسي حفظت. لا يعني وظيفي. انت وظيفي. لا انا اقصد اقول اللي جايه نقفلها تخريفي بقى. ناخدها واحده بس بسرعه. واحده بسرعه. ابتدي. ماشي. ابتدي. انا ايه؟ انا بطلت اسمع ليه. انت بطلت اسمع ليه. انت خريفي دلوقتي يا اختي. خريفي. عفيفي. خريفي. يا ابو جبل صح؟ مين اللي يا ابو جبل؟ اتفضل.
خد الاوردر من الشاب بعدنا. هياخد ايه؟ بطاطس مقلية، طعمية. صح؟ انت قلت خريفي؟ لا لا، انت ايه؟ لا مرجانية، خلي بالك الطعمية معها مرجانية. طعمية مرجانية؟ بالظبط. مين يعني؟ هو بطاطس مقلية وايه تاني؟ طعمية مرجانية. طعمية؟ مسقعة إدارية. مسقعة إدارية؟ ده مين؟ حضرتك برضو؟ لا هو الأستاذ. أنا مسقعة إدارية. هات للشيخ خروف بالله عشان مش عايز ياكل. مسقعة إيه؟ الشيخ عادي؟ الشيخ طول عمرك لازم. بنام خفيف يا خروف مشبوه. خروف بالله؟ خروف بالله وش اللي خروف بالله؟ حد قال لي خروف بالله؟ أنا بقول هو قلت حاجة. أنت اللي قلت خروف بالله؟ هو اللي قال له. هو اللي قال لي. أنا برجانية. إيه برجانية وكل أسلوب. صوت طيب يا كريم، مالك؟ لا مفيش. طب الأوردر؟ هيجي دلوقتي. هيجي دلوقتي. هيجي دلوقتي. زي الحلقة؟ زي طعمية مهلبية طعمية.